كان عدد المتطوعين والمنتسبين إلى الحركة يزداد يوما بعد يوم، وبقيت عمليات التدريب محاطة بكتمان شديد. لكن في الخامس من تموز عام 1975 انكشف أمر هذه التدريبات بعد حادثة انفجار لغم أرضي عن طريق الخطأ في أحد مخيمات التدريب في منطقة عين لبني في البقاع، فاستشهد حوالي 30 شابا حركيا وأصيب العشرات بجروح. وكانت فاجعة ومأساة كبيرة حلت على الحركة وقائدها. بعد يومين على تلك الحادثة أعلن الإمام الصدر للملأ ولادة أفواج المقاومة اللبنانية أمل، وحدد هدفها الأول بأنها أفواج لمقاومة إسرائيل ورفض الخضوع والإذلال.